السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحة جيدة، قالنا مزيانة ان شاء الله. بقيتوني هذه 6 ايام وانا كنصلح في المحل. اليوم عاد كملنا الاصلاح كيف ما كتشوفوه ديك النهار بينتكم فيديو، راه المحل كنرجع حالته حالة. المهم دابا انا الاخ سفيان سفسفنا عليه، اجي معنا تشوفو. المهم بهجناه درناه هاد المرة في الموف، أنا من محبين اللون ديال الموف ديك التعلاف، دايما كنميل لهاد الكولور هدا. عملتو في الموف كيفما كتشوفو، من روسي تحت الموف وفوق هاد الأبيض. المهم عقمنا الخوصة وعقمنا الأرض، المهم عقمنا ديك الشي مزيان الحمد لله. دابا عاد كملنا الإصلاح، عملنا الدا، المهم مسائل عملنا بولات على برا. المهم كتشوفو كيفما كتشوفو السلعة دابا مكاينش في غالب الله، كيفما كتشوفو الخوصة اللي كانو السلعة كاملة كانو فرعوها لي كليبات. دابا الحمد لله نبداو أزيرو إن شاء الله، ربي غادي يوفقنا نبداو أزيرو إن شاء الله دريجة بدريجة حتى غادي نوقفو على رجلنا. المهم دابا السلعة مكايناش، هادو قطيطات عزو عليا وشديتهم درتهم هنايا كنتهلا فيهم، كانو مفارطين فيهم في شوية تونية، غادي نقابلهم ديك الساعة غادي نشوفو نعطيوهم. واحد كريم جابو الله اليوم، جاو عندي شي دراري كيقلبو عليا ولقاوني، يلاه كيف من عندهم هادشي. المهم هذا بيرجي المون جابوه، كان كرفس فيه شوية عامر بالبرغوت، وهادي عملتلو الدواء بالبرغوت ودوشتو وسكسفت عليه. أنا عملتلو المشلة ديالو والما ديالو، غادي يبات ليه الما بوحدو هنايا غادي يقنط، ولكن ما عندو الما يعمل غدا إن شاء الله غادي نشوفو. المهم كيفاش ندبرو في هاد جائحة كورونا، صعيب باش تجيب السلعة، حيت أنا غالبا السلعة كنجيبها برا على طنجة، ولكن ربي غادي يسهل كلشي إن شاء الله. حنا النية ديالنا مزيانة وربي مكيخيبناش ولله الحمد. المهم غير نوريكم المحل، راني سمعت وسكتت عليه، وهادي دابا هادي شهرين وانا ساد من بدا هاد الوباء هذا. نتمنوا من الله عز وجل يفتح لنا في 10 الشهر الامور ترجع كيما كانت، وكل واحد يتبع الدومين ديالو ان شاء الله غادي يكون مسائل ثانيه. المهم هذا هو اللي كاين، غدا ان شاء الله غادي نبداو نعمرو المسائل اللي كاينة هنا في طنجة غادي نجيبوها، المسائل اللي برا على طنجة غادي نشوفو كيفاش الحل ديالها. كاين الأصدقاء وكاين الأحباب اللي غادي يتعاونو معنا عاوتاني، الدراري صحابنا الأولى راه عيطو لي مساكن ووعدوني كل واحد غادي يتعاون معايا في حاجة. المهم هادشي اللي كاين والحمد لله. المهم ربي راه مكيخيبش، حتى عندي شي حمية ما تخسرش. المهم بزاف ديال الدراري كيجيو ما كيعرفوش المحل وكيسولوه ما كيعطيهمش راس الخيط. المهم كيف ما كتشوفوا المحل راه اللون ديالو مميز، هانتوما عملنا له الموف اللون ديال انوي. سفيان ها هو سفيان، في الاصل راه صباغ، هو اللي سكسف على المحل. المهم الحمد لله احنا ماشيين فين هذا القصر هذا ديال القطوط، كان بقى لي هنايا المهم في الصغير شي مشطه كيتمشط كيولي زويون. المهم الا كان شي واحد عجبو وبغى يتهلا في القطيبطات ديالو مرحبا به، نعمل له شي ثمن مزيون. المهم فيه السفلي والفوقي، هادو كاين الدجاج تما منزلين ديك الساعه غادي نزولو غادي نمشطو نزول منه ديك النجاره يولي مزيان. كليب ديالنا ها هو هنايا، كان موقف ودنو ومنين دوشت له مع داك الدوتشي عالمية هو يطيح له الناس ديالو. حتى الغدا ان شاء الله نجيب له بيطات وغادي يطلعهم. كوكي كيعرف اسمه مزيان كوكي، هذا بيرجي المون كرون كابارين، ديك لي بيرجي اللي كيجيو عاليين بزاف، كيجيو عاليين باش كتعرف البيرجي لي كرون طاي، كتشوفي الودنين ديالو انت كتشوفهم كيكونوا كبارين، والرجلين ديالو عاوتاني كيكونوا من المفصل من هنا لتحت كيكونوا عراضين. الا كوكي كوكي شكون هبط لك غدا يونسك؟ نهبط غدا ان شاء الله جوليا، وغادي نهبط ديك كانيش نسكسف عليه وهادي ونهبطو. المهم ونحاولوا نبداو دريجة بدريجة، حاجة ما هي صعيبة الحمد لله.
المهم السلعه كانت مرا اخرى ما بقاتليش. المهم هادشي هنايا غير التطاره تاع الغدا وغادي نصفي هادشي، راني لحقت ديك الشيء كامل اللي كان زايد قفيصات هادو ديال الخدمه وما عندنا هنايا. المهم كاين باش غادي يبدا بنادم وباقي ان شاء الله الحيط هذا هنايا غادي نعملو كامل الطاجيرات غدا ان شاء الله غادي نخدموه. عندي نديرو الطاجيرات ديال الدجاج، راه عندي الدجاج، عندي ديك اللعيبات العلاقات غادي نلصقهم غدا ان شاء الله بالشنيور، ونتمنوا من الله يوفقنا كل امور طيبه. ايه كوكي 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 ها كوكي كوكي كيعرف شمني كان عايت لك كوكي ايه كوكي حلو خصو يمشي معانا عاوتاني نمشي وغيبقى يحيح من قبيل هو كينقز هنايا وكيلعب. ايه كوكي 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 ايه الا سبحان الله العظيم هذا الكليب هذا فيه واحد الحاجه مميزه. هذا واخا يمشي يغبر عليك شحال ما غبر تاع 10 سنين نهار اللي تشوفو تعرفو فيه واحد الحاجه كتميزو على الكلاب كاملين سبحان الله العظيم. هذا سفيان غنوريهم انت ما رديتيلوش البال فيه واحد الحاجه صعيب هو مولاه قال لي باص قال لي شحال هو عندي والله ما رديت له البال كي وقفت قلت له هذا شنو. المهم الحاجه اللي فيه مميزه والحاجه اللي فيه مختلفه على الكلاب كاملين هو انه عنده واحد الصبع قصير على الصبعين الاخرين قرب الكاميرا باش يبان. المهم عنده هذا الصبيع هذا نورمال ممكن يكون واصل حتى لهنا، هو عنده قصيصر عنده هاد جوج صبابع قد بعضياتهم ونورمال ممكن يكون هذا طويل على هذا. انا نوريكم في الرجل الاخر سبحان الله العظيم سبحان الخالق. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الصبع هذا كيكون طويل وهذا قصير، هو عنده العكس. شتوه كيفاش داير؟ هاد الصبع هذا عنده قد هذا ونورمالمون خص يكون هذا قد هذا سبحان الله العظيم خرج هو هكا. المهم هاد الكلب هذا بالنسبه له منين غادي يكبر غادي يبقى معقول، يعني عنده واحد الحاجه اللي كتميزو على الكلاب كاملين. دوشت له اليوم سكسرت عليه عملت له الدواء ديال القمون عرفتي كان هكا شي شحال كان حمر هنايا البرقوط دوشت له الحمد لله دابا هو نقي على طول الحال هنايا غير شنو هو ولا في مطلق ما ولاش كيتربط من قبيل هو كيهوت ولكن ارتاح شي شويه. المهم هنايا عملوا السيكاليم ديالو عملوا الماء باش يشرب وياكل على ما نجيو ان شاء الله غدا في الصباح هذيك الساعه عاوتاني نشوفو نعطيو له ياكل ونعطيو له يشرب. المهم هانتوما كيف ما كتشوفو المسائل راها طيبه. بعدا ملي تفكرت بغيت نهضر على واحد الاخ كان كتب لي واحد التعليق وضربني في خاطري بزاف وما عجبنيش الحال، ولكن كون كان مؤدب وكون كان ولد الناس ما كانش غادي يقول ديك الهضره. المهم واحد التعليق كان قال لي فيه الحمار علاش ما كتبينناش القرد شحال ديال المرات حنا كنقولوا بيننا القرد وانت ما كتبينوش واخا. المهم دابا هادي اول حاجه السيد ما مربيش من قال هاد الهضره هادي، يعني كون كان هضر معايا مؤدب كنت راه كنجاوب الدراري كاملين. المهم انا نقول لك اولد الناس علاش انا ما كنبينش القرد. القرد اول حاجه راه ممنوع التاجر فيه ممنوع تربيه حيت هو كيعتبر من الممتلكات الطبيعه يعني الملك العام ما خاصش بنادم يتاجر فيه. دونك انا ملي بينتو في الفيديوهات الاولانيين عيطوا لي الناس وقالوا لي هادشي اللي كدير راه غادي يرجع عليك الضرر وراه غادي تقدر تكون فيها عقوبه حبسيه وغرامه ماليه. دونك ديك الشيء علاش انني تخلصت من ديك القريه اللي كان عندي واخا كان فينا عزه ديالو ربي اللي عالم بها ولكن اضطريت انني نتخلص منه. المهم القريه راه ما بقاش عندي راه ديك الشيء علاش ما بقاش كنبينو بحيث كون كنت بقيت غادي بديك الطريق كنت غادي نلقى مشاكل يعني كنت غادي نخدم ماشي قانوني يعني وكما كيفما كتعرفوا ما خصناش الانسان يمشي يدير المسائل ديالو نيشان حسين كليبات خليني مع الكليبات والقطيطات والطيور المسائل ما كاينش انا في الاول ما كانش في عندي هادشي كامل كنت كنقول راه مزيرين عليهم
ولكن ما كانش في العلم ديالي انهم قانونيا كيتعاقب عليهم بالحبس وبالغرامه الماليه. داكشي علاش زولتهم ما بقيتش كنعملهم. وملي كيسولوني الدراري كيجيوني ميساجات بزاف ما كنقدرش نجاوب كلشي. المهم اللي كنقدر نجاوبو وكيعيط لي ابي راني كنجاوبو وكنفهمو وكنقول له اللي وقع لي وقع لي وقع. داكشي علاش انا راني ما كرهتش ندير قروده وندير كذا. قروده راه كيجيبو لي في كيجيبو يزيدو لي النسبه ديال المشاهده بزاف ديال الحاجات، ولكن غادي نتضروا مع الوقت. داكشي علاش ما بقيتش كنعملهم. المهم ماشي مشكل، انا واخا ما عجبنيش الاسلوب ديالو هادي تقبلتها ما عندنا ما نعملو. المهم علينا، وكنشكر الدراري كاملين اللي كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين ودراري زوينين. المهم لحد الان على ما كنشوف، المهم الناس اللي الناس اللي عندهم عزيز والناس اللي كيشكروني والناس اللي هما متابعيني وكيهضروا معايا بطريقه زوينه وهذيك كثر بزاف من الناس اللي كينتقدوني. داكشي علاش ما بقاش فيا الحال، حيت ملي كتلقى الناس كينتقدوك بحال هكا كتعرف راسك راك غادي في الطريق مزيان. المهم هادشي اللي بغيت نبينو. وبالنسبه كيسولوني الناس على بزاف ديال الكليبات ما بقاوش عندي. المهم بالنسبه للكيرا بيرجي المون هذيك تاع واحد السيد من غوغا غادي تهلا فيها وغادي تكون معاه مزيانه، جا لصق فيها ما جبرت ما نقول. المهم راه داها كيتهلا فيها وراني باقي كنطلل عليها مره مره. شكون هو اللي نقص من اهم عنصر كيسولوني عليه الناس بزاف وما بغيتش نقول في مشى ولا شنو قالو، اللي هو مارلي. مارلي كيسولوني الناس عليه بزاف. مارلي كنت باغي نخليها في قلبي غير بوحديتي، لحقني سولو عليه الناس بزاف. ونقول لكم مارلي توفالي، ونبقات له واحد الحادثة النهار الأول في رمضان، وكان توفى مسكين وبقى فيا بزاف ومرضت عليه. ولا عقلتو الأيامات ديال رمضان الأولية راني ما لحقت حتى شي فيديو، راني كنت دخلني الاكتئاب. ومهم كنت مرضت على السبة ديالو. داكشي علاش ما كيعجبنيش نهضر عليه، ملي كنهضر عليه كيبقى فيا الحال والقلب ديالي كيتزير عليا كتجيني بكيا. داكشي علاش ما كنبغيش نهضر معاه عليه في الفيديو. المهم عافاكم الدراري، ما تبقاوش تهضروا لي على مارلي. وكاين واحد عنده قناه ديالو سميتها سعد المجرد. المهم هذاك السيد ما عرفتوش شنو، دائما كيكتب لي كومونتير ملي كيسولني شي واحد على مارلي كينقز هو وكيكتب له وكيقول له مارلي راه تباع في طنجة ب 5000 درهم. مارلي راه ما تباعش، مارلي راه توفى مسكين. وكنت باغي ندير لكم فيديو بمراسم الدفن ديالو وهذه، وليت قلت خليها في قلبي علاش غادي نجرح ناس اخرين. يعني انا كنقول الناس خصهم يشوفوا دائما الحاجه اللي مزيانه واللي تفرحهم، اللي هذه الحاجه اللي غادي تعصب بنادم بارك عليه الحجر اللي هو فيه، تولي دير له فيديو اللي غادي يألمو اللي غادي لا. داكشي علاش لغيت ديك الفيديو ما عملتوش. المهم بغيت نقول لك السيد اللي دائما كيقول راه مار اللي تباع، انا كون كنت تباع راه ديالي هذاك، راه ما شاركوا معايا حتى شي واحد. يعني كون كنت تباع نقول لكم راه بعتو باش باش نصرف به على اخرين وعلى نتعاون به، ولكن للاسف مارلي كان توفى لي نهار واحد في رمضان، نهار الاول في رمضان. المهم كان خلى بلاصتو بزاف وضرني خاطري عليه وبكيت عليه بزاف. المهم شنقول لكم مرضت عليه. المهم الله بغاه داه ما عندنا ما نقولوش، ما نديرو، هذه هي سنة الحياة. المهم اش غادي نقول لكم، كنت هذا الفيديو عملته باش تدعيو معايا وتدعيو ربي يوفقني ونكمل المسيره ديالي. انا دابا بديت من الزيرو كيف ما كتشوفوا، المحل ما فيه حتى شي حاجه، ثم كتشوفوا الاولي دابا شريته اليوم. المهم كنتمنى منكم تدعيو معايا وتدعيو معايا بزاف باش ربي يوفقني ونعاود نوقف المحل وتكون المسيره هي هذيك. راه الا وقفت المحل مشات القضيه مزيانه، حتى الكليبات اللي عندي غادي يكونوا مزيانه، حيت ملي كتكون صرف داير راه كنتهلا فيهم. وراكم شفتو بعينيكم في الاول راه كنتهلا فيهم مزيان، وكان ندير لهم المسائل ديالهم كاملين، الدواء ديالهم بالماكله ديالهم مزيانه بكل شيء. والحمد لله كما كنقول دائما كندعي كنقول الله يعطي كل واحد على قد نيته، كنقول يا ربي تعطيني على قد نيتي. هذا ما كان.
المهم نحاولوا نصوروا لكم المحل من الدخله باش كاينين بزاف ديال الناس كيبغيو يجيو لعندي. المهم هذه هي الباب ديال الورد، الباب هي اللي معروفه ديال السوق. منين كتدخل منها كتدخل كتجيني شان كتلقى المحل ديالي اونفاس. ها هو راه صبغتو بالموف الكولور ديال انوي باش يكون مميز على المحلات ديال السوق كاملين. المهم ها نتوما شفتوه، خوكم راه بادي ازيرو. المهم كنتمنى منكم تعاونوا معايا وتعاونوا معايا بالدعاوي ديالكم كثر، انا محتاج للدعاوي ديالكم في هذا المرحله هذه ومحتاج لهم بزاف بزاف. المهم ها نتوما كتشوفوا كوكي اش صوفيا المهم اخوتي كيف ما قلت لكم كنتمنى منكم تدعيو معايا وتدعيو معايا بزاف 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 باش ربي يعاونني نعاود نوقف على رجلي من الاول. ومهم راه ماجيين بزاف ديال الحاجات زوينين قدام، بزاف ديال المفاجآت زوينين. كنشكركم بزاف وكنشكركم على الدعم ديالكم للقناه ديالي، وكنشكركم على ديك لي كومونتير زوينين وعلى ديك الهضيره زوينين. كنشكر بزاف الناس اللي كيعيطوا لي وكيشكروني وكيطلبوا مني انني نكمل في هذا الشيء هذا، وان شاء الله غادي نكمل وكل شيء غادي يكون مزيان. كنشكركم بزاف، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.